المئات يخرجون في العاصمة المالية باماكو تنديدا بتدهور الوضع الأمني بولاية موبتي وسط البلاد، حيث تتحدث الأمم المتحدة عن تصاعد وتيرة الحوادث الأمنية بنسبة 200% منذ بداية العام 2018، وتؤكد تسجيلها أزيد من 1000 حادث أمني خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. وتقول منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في مالي إن 9000 شخص نزحوا خلال الأسابيع الأخيرة من وسط البلاد بفعل الصراعات البينية وهجمات الجماعات المسلحة، معربة عن قلق المجتمع الدولي إزاء ذلك، كما دعت الأطراف المالية إلى احترام القانون الدولي تجاه المدنيين في الشمال والوسط. ويأتي تصاعد تدهور وتيرة الوضع الأمني في مالي بين يدي استعداد البلاد لخوض انتخابات رئاسية في 29 من شهر يوليو الجاري، ويشكل تأمين إجراء هذه الانتخابات في الشمال والوسط تحديا أمام سلطات باماكو. كما أن مقاطعة ناخبي هذه المناطق لصناديق الاقتراع يعتبر تحديا آخر أمام المترشحين، خصوصا الرئيس منتهي الولاية إبراهيم بوبكر كيتا الساعي إلى الفوز بمأمورية ثانية. ولم تقتصر أصداء الوضع الأمني في ولاية موبتي على العاصمة باماكو وحدها، فقد شهدت العاصمة نواكشوط احتجاجات لمواطنين ماليين وموريتانيين تنديدا بما يصفونها المجازر الوحشية التي يتعرض لها الفلان بموبتي. ورفع المحتجون لافتات تتهم المجموعة الدولية بالتواطؤ تجاه ما يتعرض له الفلان، كما طالبوا بلجنة تحقيق دولية وبمعاقبة بجناه.